نتكلم دلوقتي في الكونسبت رقم 2 عن الاتراكشن فورسز بين تو اوبجكتس. خدنا قبل كده في الفيزيكس يمكن 172 او فيزيكس 1 عموما، عندنا حاجه اسمها الالكتريكال فورس بين تو تشارجز كيو 1 وكيو 2، وقلنا ان الفورس الاتراكشن اللي بينهم لو كان واحد مثلا بوزيتيف والتاني نيجاتيف، او ده بوزيتيف وده نيجاتيف، طبعا لو الاتنين زي بعض نفس شرط الشحنه نفس الشيء هيتنافروا هيبقى فيه ريبالشن، لكن احنا بنتكلم دلوقتي على الاتراكشن فورسز، فهنقول انها تساوي الكي ده ثابت في الكيو 1 في الكيو 2، وناخد ابسولوت لان ما يهمناش القانون ده لحساب بس الفاليو، على الار سكوير حيث الار المسافه بين الشحنتين. وقلنا دي وحدتها كولوم، دي وحدتها كولوم، دي وحدتها نيوتن، خدنا الكلام ده قبل كده، ودي وحدتها متر، هتبقى متر سكوير. طب الكي، الكي قيمته ايه بقى؟ الكي قيمته 9 في 10 اس 9، ايه وحدته؟ نيوتن متر سكوير، نيوتن متر سكوير على كولوم سكوير. يبقى كده اتكلمنا على حاجة خدناها قبل كده اللي هي القوة بين شحنتين، قوة التجاذب أو التنافر بين شحنتين. نفس الشيء علينا في شابتر 1 في الستاتكس، كتلتين، كتلة اسمها M1 وكتلة اسمها M2، والقيم دي سكيلر ملهاش بلس وماينس، ملهاش اتجاهات، ملهاش اشارات. يبقى الماس 1 والماس 2 دايما قيم موجبه وقيم ملهاش اتجاهات. طيب الفورس الجرافيتيشنال اللي بينهم بتساوي ايه؟ برضه ثابت، بنسميه اليونيفرسال كونستانت او يونيفرسال جرافيتيشنال كونستانت في الام 1 في الام 2 تقسيم الار سكوير حيث الار المسافه بين الكتلتين. والجي قيمته هتكون 6.67 في 10 اس سالب 11، القيمه دي هتلاقيها موجوده في الشيت مش لازم تحفظها. ايه وحدتها؟ برضو هتبقى نيوتن، الفورس نيوتن متر سكوير، هنا كان على الكولوم سكوير، هنا على الكيلو جرام سكوير. ويبقى كده قلنا اللو اوف جرافيتيشن. طيب اخر حاجه هقولها، لو احنا عندنا الكتله فيهم هي بتاعه الارض، فهنقول كده ان الفورس بتاعه الجرافيتيشنال لو كان عندنا كتله الارض الماس بتاع الارض في كتله شخص تاني، وليكن مثلا واحد واقف على سطح الارض، على الار سكوير اللي هي نص قطر الارض، الحته دي تعتبر هي الجي، عجله الجاذبيه الارضيه، لان احنا قلنا الوزن بيساوي ايه؟ بيساوي الام في الجي. تعالوا نحسبها كده ونثبت ان عجله الجاذبيه الارضيه 9.8 حاجه. احنا قلنا الثابت ده موجود اهو فوق اهو، والماس بتاعه الارض اللي هي هتكون 6 × 10^24 تقريبا، ونص القطر بتاعها 6.4 × 10^6 متر، والجي قلنا اهو موجود. تعالوا نضرب الحاجات دي ببعضها، هتساوي رقم في الماس، هنقول الثابت اللي هو 6.67 × 10^11 ضرب كتلة الأرض اللي هي 6 × 10^24 تقسيم 6.4 × 10^6 الكل تربيع. طلع الجواب زي ما احنا شايفين على الشاشة 9.77 تقريبا، 9.8 ام، أو نقول كده هو الام جي. يبقى الحتة دي هي عجلة الجاذبية الأرضية، طبعا تقريبا 9.8
لو خدنا القيم بالظبط طلعت 9.8 بالظبط. عجلة الجاذبية الأرضية. تعالوا ناخد مثال على الجرافيتيشنال فورس او اللو اوف جرافيتيشنال ونشوف ازاي نطبق ونستخدم الثوابت دي.